قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا دكتور حافظ غانم، قال إن زيارته الحالية لمصر تأتي لمتابعة معدلات الإنجاز للمشروعات الممولة من قبل البنك الدولي في مصر في عدد من مشروعات البنية التحتية. وأضاف غانم في لقاء خاص لبرنامج أسواق وأعمال يذاع يوم في السادسة مساء، أضاف أن معدلات الإنجاز في مشروعات الصرف الصحي في محافظات مصر تفوق نظيراتها في مختلف دول العالم. أنا كنت مع سيادة وزير الإسكان بنتفقد تفقدنا مشروعين، مشروع الصرف الصحي اللي هو في منطقة الدلتا، ورحنا زرنا مشروع الصرف الصحي في محافظة الدقهلية. وصراحة أنا كنت النتائج اللي احنا شفناها كانت مشجعة جدا، أو في اتجاهين. الاتجاه الأول هو سرعة التنفيذ، يعني اللي انا وكان معايا زملاء اللي هم خبراء صرف صحي في البنك الدولي، جايبهم معايا من واشنطن، فهم بيشوفوا نفس المشاريع دي في كل انحاء العالم، فقالوا لي اللي احنا حققناه في مصر في 8 اشهر عاده بنحققه في البلد الثانيه في سنه.